بسنت علي مس ايكو توريزم 2021. شايفة ازاي مسابقة مصر ملكة جمال مصر السنة دي وملكة جمال كمان الايكو، شايفة ازاي وبتتطور سنة عن سنة؟ هو اولا النهاردة السنة دي البنات بجد كلهم كويسة جدا، وبحس انه سنة بعد سنة البنات مستواها بيعلى جدا، وشايفة الكومبيتيشن فيها تطور بجد مش طبيعي في كل حاجة كسبونسر وارجنايزيشن وكل حاجة، فعلا كل حاجة بيرفكت 10 على 10، وفعلا البنات بتستفيد جدا. وانا عن نفسي كنت متسابقة السنة اللي فاتت، زاد عندي اكسبيرينس بشكل مش طبيعي، وبقى عندي حاسة ان انا اقدر السنة دي بالتايتل بتاعي اعمل حاجات احسن، واقدر اعمل حاجات فعلا تفيد بلدي، وان انا اقدر اعمل حملات مثلا زي في السياحة ان انا اقدر اعمل فيديوهات ترويجية، وساعتها ان انا هقدر اعمل حاجة زي دي وتتعرف بان انا بستخدم اللقب بتاعي في حاجة زي كده. فشايفة ان اي بنت بجد هتاخد التايتل ده ان هي تعرف تفيد نفسها وتطور من نفسها وتحاول تخدم بلدها باي صورة كانت باللقب بتاعها. هتزعلي النهاردة لو حد خد اللقب بتاعك يعتبر السنة دي 2022؟ الايه؟ هتزعلي لو النهاردة في حد ياخد لقب جديد بنفس التايتل؟ لا خالص، بالعكس انا بتمنى لكل المتسابقات ان هم كلهم يكسبوا، وعايزه اقول ان هي بجد ملهاش علاقه بالنهارده هي بنت واحده اللي هتفوز، بس بعد كده بنات كلها تقدر انها تشتغل على نفسها وتقدر انها تعمل حاجه، وكمان يعني ان هم يقدروا يعملوا حاجه بعد الكومبيتيشن. كفايه ان هي كانت في مسابقه بنت مصر. بس انت فاكره سؤالك السنه اللي فاتت كنت في المسابقه كان ايه على مصر؟ كان السؤال ايه رايك في مشكله البوركيني وايه الحلول ليها؟ شايفه ايه الحلول ليها دلوقتي، وهل المشكله اتحلت ولا لسه قائمه؟ لا، هو اعتقد دلوقتي خلاص كل الممثلين وكل الناس المعروفه بقوا خلاص يلبسوا اصلا بوركيني، لان البوركيني كمان ما بقاش فئه الناس الفقيره او الناس المتوسطه مثلا، لا يعني سعره وصل ل 4000 جنيه و5000 جنيه، فاعتقد ان المشكله اتحلت لوحدها. احنا بنتكلم انت اصلا درس اعلام، هل لو تعرض عليك تخش المجال الفني ممكن تفكري في الموضوع دوت ولا لا؟ اكيد لو حصل ان تعرض عليا حاجه تناسب شخصيتي وانا اقدر اعملها اكيد هعملها. للمنتجين والمخرجين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي، لو حابه تقول لهم مميزات بس انت ايه او مؤهلاتك، طولك كام، وزنك كام، درس ايه؟ لا ما مش عارفه. سيفي، بنعمل سيفي ليك. اوكي، انا درس اعلام، طولي 175 سنتي، وزني 67 كيلو بس كده. اي منتج حابب بس انت موجوده اهي وجاهزه انها تخش وواجهه مؤهل لده. احنا بنبارك لك مره ثانيه، انا ما كنتش موجود السنه اللي فاتت معاكم، وان شاء الله اللي جاي احسن سواء على المستوى الشخصي او على المستوى الفني لو انت حابه تخش. ثانك يو.